مادة 79 مادة 79، حتى المادة الثانية أيضا أنا يعني ما أنا ما أطالب بال 79 فقط، المادة الثانية دين الدولة الإسلام، أصلا الدولة ما لها دين. تبي تلغي الاسم الدولة الإسلام؟ ما يصير عندنا ما تلغي الدين، تلغي هذا المصطلح. الدولة ليس لها دين، الدولة ما تصلي، الدولة جهاز سياسي إداري مؤسساتي. يا عبد العزيز، احنا نقول هل تبي تلغي ان يعني حسب نص المادة الثانية ان الدولة إسلامية ما تبي تشير لها؟ طبعا الدولة ليست ليش إسلامية. ليش خلي يرد عليك الشيخ؟ ليش انا اقول لك ليش؟ لانك انت اذا حددت دين للدولة معناته انت اقصيت، اذا صارت الدولة كافرة. لا ما في شيء، لا تقول انت ما اسلم، مو كافره بس حاجه ان الماده الثانيه بس شيخنا شيخنا خلنا نكمل. الماده الثامنه الدستور الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي للتشريع. خلاص نعم خلاص يعني اما انا بقول لك هذا ما يصير مصدر رئيسي للتشريع. ليش ديننا اسلامي؟ على عيني وعلى راسي ما قلنا شيء. الدين عباده، الدين قربه. لا مو عباده، لا مو بس عباده، هذا كذب. لا مو كذب لا يا شيخ عبد العزيز، الدين عباده، الدين اصلا لا يستطيع ان يقود دوله. يا استاذ يا ديمقراطي، الدوله لها شروط، يا ديمقراطي، يا استاذ يا ديمقراطي يا حبيب، ليس كما قلت الاسلام عبادك، العبادة لله والمترجم العمل إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نفض الرسول، اسمع شو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لو علمت أناس تأخروا عن الصلاة. شوف، لا أمرت فلان أن يؤمن فيكم وأنا ذهبت أحرق عليهم بيوتهم. ليش ليش معنى هذا؟ هذه السياسة، هذا اختلفوا فيها. لا ما اختلفوا، قالوا اللي يحرق الله الله، لكن هو يعلمهم ويزجرهم. يعني هذه الشريعة الحين بتصير؟ لا لا الكويت؟ ما عن تحقون الشيخ أحمد؟ احنا نقول يزجرهم زجر، اختلفوا فيها، يحرق عليهم هني البيوت. قال يحرق عليهم الرسول، لأن من عظمة الصلاة، ما يصير معناه من عظمة الصلاة. وليس الرسول صلى الله عليه وسلم، وين راحت انت تقول الحسنة؟ كما يقول فلان كم مرة ان الرسول يقول كذا، حاشا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم نزله ربي، الله نزل عليه الوحي، وما يعمل شيء إلا من وحي يوحى من رب العزة والجلال.